عيالي هسه بإذنك. موقف من المواقف اللي أنا مريت فيها ولا توقعت إني في يوم من الأيام إني بقولها قدامكم، ولا توقعت في يوم من الأيام إني بكون سبيل الوقت. موقف من المواقف أنا كنت في قطر وكان خاطري واقف، كنت معود في المجتمع، كان خاطري ضايق جدا. أنا من النوع اللي اللهم لك الحمد هذا من بعد ولدي معودين على هذا الشيء. فدخلت في بيت من أخباري، أنا من النوع اللي ما أحط الفلوس في البنك، أحطها كذا في البنك. فدخلت في بيت من أخباري وطلعت فلوس والله إني ما أعلم كم. حطيت يدي في يد العامل النظام. ففي الليل يوم تسبقت انا تسبق حول الظهر، ففي الليل والله انه جاني خبر شرح سبب وانه زال همي. فالصدقه انت الفقير ما هو محتاج، الله كافي رزق دبيب النمي في البلاد، فما بالك الفقير، احنا الفقراء الى الله. اتمنى منكم أول عام الله يجزاه خير يا أبو ناصر، ولا بد على كلام أخوي محمد إن كل خير. الصدقة شيء عظيم، ولن تنالوا البر، قال الله تعالى ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. أنا صار لي موقف مرة، قد كان عندي مبلغ بسيط، يعني مو هو بذاك المبلغ، لكن أشهد الله أني كنت في حاجته في وقتها. لكني شفت واحد من الشباب محتاج المبلغ أشد مني، عطيته المبلغ صدقه وجه الله، قلت ما عليه أنا وضعي يمكنها أخف من وضعه وبحلها. والله أنه ما دار اليوم إلا رجع لي نفس المبلغ وأضعف منه، يعني عوضني الله أضعاف المبلغ. تصدقوا وبادروا، وجبر الخواطر شيء عظيم. يمكن السهم 150 أو 450 أو 700 تتصدق بها أنت تجبر خاطرتي إنسان لا عرف حنية الأم والأب ما عاشها، تجبر خاطره بهذا السهم يروح له في ملابس، يروح له بشيء يونسه يسليه. جبر الخواطر شيء عظيم، فما بالك الناس دقه وجبر الخاطره. تصدقوا والله يكتب اجرنا واجركم.